عسلامتكم، مرحبا بكم في كوجينتي. اليوم باش نحضر لكم كريمو بور بالشوكولا. شنو نستحقوا للكريمة الزبدة متاعنا؟ نستحقوا 250 غرام زبدة، باش نستحقوا 250 غرام سكر محور، والسكر المحور تحبوا تزيدوا ولا تنقصوا انتم والحلاوة اللي تحبوها. باش انا خديت 60 مليلتر حليب، ومن بعد الحليب نشوفوا احنا والدونسيتي متاع الكريمة متاعنا نحبوها عاقدة ولا موسوس احنا وكيفاش نحبوها. وانا خذيت فاني، هذا يبدا كالبودر، والا كان عندكم الروم نتاع الفاني. وباش ناخذوا مغرفتين كاكاو مر، تحبوا نتوما الكاكاو تزيدوا ولا تنقصوا نتوما كيف كيف، واللون اللي تحبوه يجيكم. وباش ناخذ انا نوتيلا، ما نعرفش باش نحط مغرفه ولا زوز من بعد انا واللون. وخذيت 50 غرام شوكولاته، والشوكولاتة والنوتيلا نجمو نستغنيو عليهم ونحطو كان كاكاو اللي عندك في الدار. المهم نجم شوكولاتة كاهو نوتيلا كاهو، انتوما واللي تحبو انتوما باش يجيكم اللون غامق. وكان تحبوها فاتحة هاكا انتوما تتحكمو في اللون وتتحكمو قداش من مغرفة باش تحطو في الكاكاو. وتوا نمشيو مع بعضنا نحضرو الكريمة متاعنا. توا ناخذوا الزبده متاعنا نحطوها في الريسبيونه باش نخلطها بالباتر. وهاكا انتوما الزبده لازمها تكون في حراره الغرفه، تبدا تريا ما تبداش مخرجينها طول من الفريجيدير، ما تجيكمش الخدمه فيها سهله باش هكاك لاباري ما تتهلك لكمش. لازم حتى كان عندكمش الباتر هذا تخدموا بالاخر العادي. باش نحطلو هذه ونخليها تتركض بالكدا لين نحسوها تولي كريم الزبده نتاعنا. نخليوها تدوب هاكا، كان شدت لكم وطلعت كيكه حاولوا نحيوها وهبطوها اللوطه باش نجم تتخدمها كيكه الزبده، والمستحسن تخدموها بهذي خير. باش نبدل انا باش ما تقعدش تشد لكم في بين السنين نتاع الباتر. كنخدموها بهذا الزبده نتاعنا كوليت الكريم، خليتها 5 دقائق تدور. وتوا باش نبداو نحطو في السكر محور بشويه بشويه ونخلطو، اما لازمنا ديما نصفيوه ما نحطوهوش طول باش ما يقعدش فيها كل حبوبك الصغيرين والكعب، باش تبدا مغربله جيده. وكيف كيف نحطو الفاني ديجا غابرة بودر صغير، نغربلوها أي حاجة نحطوها نغربلوها باش تجينا رطبة الكريمة ريتوهم هاك الحبوب وتجينا خفيفة وبنينة. كنحطو باك وين الباك في 125 ونخلطوه، ومن بعد نكملو الباكو الثاني. وتوا نزيدوهم شويه حليب مش الكل، بشويه نصبو ابخي هكا باش تجي سهله للماكينه، ونخليوها زيد تخدم 5 دقائق اخرى. هي الكل في الكل لازمها 20 دقيقه. ونخليوها وكل مره نهبطو لجناب بالسباتول، ما نخليوهمش لاصقين الفوق خاطر بالزبده تخليهم لاصقين. نحطوهم لوطا باش يتخلطوا الكل مع بعضهم. نقعدوا نزيدوا بشويه بشويه في السكر المحور لين نكملوه الكل. توا نحطوا الكاكاو نتاعنا والشوكولاته والنوتيلا، وهاكا كي تحطوها من الاول حطوها تمشي بشويه ومن بعد قويو في الفيتيس. توا باش نحط الكاكاو ديما نغربلو ما ننساوش التغربيل باش تجيكم ناجحه. نحطو مغرفه مغرفتين كاكاو والكاكاو كملها غرفتين كاكاو مرة مش حلو باش يجيكم لونها غامق. وكان ما عندكمش الشوكولاتة تنجمو تعملو كاكاو مر ومعاه الشوكولين. باش تجينا اترية
الشوكولاته انا كيف ذوبتها، خليوها تبرد شوي شكل تنصبوهاش وهي سخونه باش ما ذوبنيش الزبده. ديجا بردت شويه واللي ما يحبش الحلاوي برشا يعمل كان كاكاو من غير ما يكثر، ونحطو مغرفة نوتيلا مش برشا باش ديجا باش تجي حلوة. وتوا زيد نكملو نخليوها تخدم على روحها الكريمة بتاعنا. المهم الكل في الكل تخليوها 20 دقيقة، كخليوها بالسياسة بالشكل الكاكاو ما يطيرش الغبرة متاعو. هكا نقعدو ديما نهبطو في الجناب باش تخدم بالقدير كلها. انا مش نبدل نخدم بالراس هذا باش تخدم بالقدير وتجينا كريمية. ونخلي الكريمة متاعنا هيا حضرت، اما لونها جاني فاتح نحب نغمقها انا باش نزيدها شوية كاكاو. وهاكا نتوما شواليكم تحبوها هكا فاتحة ولتغمقوها. نزيد بالمغرفة ونشوف ما نزيدوش برشا خاطر مر، ونشوفوا اللون. كأحنا نتحكموا في اللون، تحبوا تزيدوا الشوكولاتة تزيدوا كاكاو شواليكم تزيدوا اللي تحبوا. الكريم بور متاعنا حضرت، وهذا القوام متاعها كلاهي عقدة برشا ولاهي جارية برشا، نعملوا بها اللي نحبوا للجاتوات للكيك للكب كيك زينوا بهم. انا وريكم نحطها في البوش مركم كيفاش. هذا القوام نتاعها حطيتها هكا في البوش، نجربوا كعبة بسكوي، ناخذ مثلا هكا اربعة، ناخذ كعبة هكا هكا قوامها ننزلوا عليها هكا. ونحبوا زيد نزينوها نجمو نعملوا هكا هذي كعيبتنا. هكا نجمو تستحفظوا بها في الفريجيدير تقعدلكم حتى الجمعة الوقت اللي حاشتكم تجبدوا منها. هذي كريمة الزبدة متاعنا سهلة وباهية وتنجح لكم، مش كيف الاصليه الاخرى نعملوها بالشحور، الاخرى صعيبه شويه ومش ديما تنجح فيها. هذه مضمونه النتيجه متاعها وبنينه، ننصحكم جربوها وباش تعجبكم قدره ربي. كتنجموا تعملوا بها اي حاجه، جاتويت كيك اللي تحبوا عليه نتوما. وهذه كريمه الزبده، ان شاء الله تجربوها وتعطيوني فيها رايكم في التعليقات. إن شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة وفي فيديو جديد، ويعطيكم الصحة الناس الكل على تشجيعكم وعلى الاشتراك في القناة. إن شاء الله نتقابلوا في وصفة جديدة، وانا إن شاء الله كريمة الزبدة باش نعمل بها خبزة جاتو. أتو في الفيديو الجاي نوريكم الخبزة متاعنا. توا نقولكم باي باي وشاية طيبة.